اسمي محمد زيدان ومحمد حيدر طبعا على اسمي وعبد الرحمن. احنا من سوريا من دمشق. جيت مصر من سوريا من سنتين بسبب يعني ظروف بلدنا وبسبب المشكله اللي صارت عندنا، جبت عيالي ومراتي وجيت على هنا. والاحداث دي والله اثرت على نفسيتنا، وطبعا كل واحد مننا السوريين بشكل خاص، ده اللي عنده مفقود وده اللي عنده شهيد وده اللي عنده لاجئ. حتى اللي في سوريا دلوقتي عايشين وضعهم مش كويس. هنا احنا شويه مضايقين ماديا، بس الحمد لله شاعرين بالراحه وبالهدوء وبالامن والاستقرار. اشتغلت حوالي 6 شهور وبعدها 6 عشان يعني نظري شويه ما ساعدنيش، وجي ابني ده هو تقريبا اللي شايل المسؤوليه ومتحملنا. يعني من 3 سنين او من سنتين هنا هو شغال وبيصرف علينا، بس يعني اثرت دي الحاجه على مستوى تعليم العيال عندي، الاثنين برا المدرسة. بروح الشغل من الساعة 8 للساعة 8. ليه؟ كنت اطلع من المدرسة بسوريا اروح على بيتنا العب مع رفقاتي هنيك. بشتغل بمحل مصنع حدادة، بنصنع كراسي وشو اسمه، وانا بنقل مع واحد بواب كراسي من قرن لقرن. كنت ناوي ارجع المدرسة واكمل تعليمي واطلع دكتور اسنان. انا صغير كنت افكر هيك، بس الأوضاع ما سمحت. أنا اسمي سهام صالح. أنا هشام عاصي. السؤال الأول بيقول: من أهم المشاكل اللي بيواجهها أطفال اللاجئين عمالة الأطفال ما بين سن 14 ل 16. بيمثل الأطفال في سن التعليم نقط من نسبة اللاجئين في مصر مش هتقل عن 37%. الإجابة الثانية: بيشكل الأطفال نقط، بيشكل الأطفال نقط من عدد اللاجئين في مصر. أعتقد ممكن يكون النص. نسبة الأطفال اللاجئين الذين لم يلتحقوا بالتعليم اعتقادي أكثر من النص. آخر سؤال عندي: عدد الأطفال اللاجئين الذين تم إلحاقهم بالمدارس الابتدائية هو؟ أنا ما عنديش بقى الإحصائية، بس أقول إيه خير الأمور الوسط، نتكلم على 18,000. متسربين من التعليم في منطقة 6 أكتوبر، ولقينا النسبة عالية. السوريين فقط؟ السوريين فقط. بناء على كده قررنا ان احنا على طول نفتح مركز تعليمي عشان الولاد يجوا ياخدوا بقى الخدمة عندنا. الاهل اطمنوا جدا لما لقوا ان احنا هنروح ناخد الولد من باب بيته ونرجعه تاني. دي فرقت معاهم جدا، هما كان عندهم مشكله جامده في المواصلات، كانوا بيخافوا ينزلوا اولادهم يروحوا للمدارس الثانيه اللي بره. المبنى ده على فكره الحمد لله في دونر هو اللي متبرع بيه، بيدفع الايجار، مؤسسه مصريه. احنا ليه فتحنا المركز ده؟ لان الولاد دول كانوا عايزين الاول تاهيل نفسي، كان عندهم مشكله بسبب الحرب. بنحاول ان احنا نخليها تخطى المرحلة دي، يعديها بسلام. مش هقول هينسى، يعني صعب صعب، كلها خلاص ذكرياته اتحفرت يعني. بس يبتدي يتعامل معاها، يتعامل معاها ويتعامل انه في واقع دلوقتي ان هو ساب بيته وساب في منهم اسرهم لسه هناك. ساعات ما دخلت عايز اختبر قوتك، تيجي نلعب ريست؟ نعم. اشمعنى مفيد يعني؟ اشمعنى مفيد؟ شكله جامد. ماشي. يلا ابدا. اوه ده سجن يا جماعه. دلوقتي في ظرف داخل علينا. ظرف؟ اهو. فين؟ اهو. فكرتك بتهزري. افتحه كده. المطلوب ايه بقى؟ المطلوب، المطلوب شراء وتكوين وتركيب مكتبة خاصة بالأطفال بكل مشتملاتها.
احنا بقى متحمسين. الخدمات التعليميه التي تقدمها المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين بالامم المتحده هي خدمه للطلاب نفسهم، وهي في صوره منح تعليميه لهذا الطالب تسمح له بشراء الملابس او الذهاب الى المدرسه في مواصلات امنه. وايضا للمدرسه نفسها احنا المفوضيه بتدفع جزء من المال لتحسين البيئه التعليميه في المدرسه وشراء كتب سواء كانت مطبوعه من دور نشر او طبع هذه الكتب مره اخرى. سهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا، تفضلوا، اهلا بيكم. الفتره اللي جايه احنا ان شاء الله المدرسين عندنا هيبتدوا تدريب الفتره اللي جايه، فاحنا اللي هنعمله ان شاء الله ان احنا نحضر حيدر باذن الله في الصيف بحيث ان هو يخش المدرسه على شهر 9 باذن الله. احنا في المؤسسه ان شاء الله اذا ربنا اراد احنا ان شاء الله هنساعد حضرتك بحيث ان حيدر ما يضطرش ان هو ينزل الشغل تاني. والله ده عشان خلاص. لا خالص، ده اقل حاجه ان شاء الله يتعلموا. اهم حاجه ان هم يتعلموا يبقى معاهم شهاده. حلوه المكتبه كتير. أنا بحب أنزل على المكتبة عشان أقرأ. انبسطت لما جيت المكتبة. كان نفسي أنا أنزل المكتبة. انبسطت كتير لما سمعت إن في نازل المكتبة. طبعاً التعليم حق كل إنسان سواء كان في بلده أو غير بلده. صحيح، وبطبيعة الحال الحروب سلبت كتير جداً من الأطفال حقهم في التعليم، مش في التعليم بس، لكن في حاجات تانية كتير وأحلام بيتمناها أي شخص في الدنيا. صحيح، عشان كده تقدروا تتواصلوا حضراتكم من خلال الموقع اللي ظاهر دلوقتي على الشاشة عشان ندعم حق الأطفال اللاجئين في التعليم عشان يقدروا يبنوا مستقبلهم ومستقبل بلدهم. ومش عايزين ننسى أبداً أن دايماً في أمل. يا أهلاً وسهلاً، برنامج قمرة. رمضان صحي، 30 تحدي في 30 يوم. التهات يخططوا لطبختهم ويستخدموا مقادير الشيفز. رجعوا لنا بالمقادير اللي اختاروها